السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهاردة انا جايب لكم معادلة حلوة قوي اسمها يونيك. يونيك يعني حاجة اسمها فريد من نوعه، او ان انت تختار المنتجات الفريدة من نوعها. اولا معادلة يونيك دي معادلة دايناميك اراي. دايناميك اراي هوريك يعني ايه دايناميك اراي، او اللي هي مدى اوتوماتيك او مدى دايناميك، مدى متحرك. هفهمك ازاي دلوقتي وانا بشرحها لك، عشان انا يعني ممكن في النظري مش هعرف اشرحها لك قوي، بس في العمل هتبان اكتر. يونيك دي معادله ظهرت في 2021، يعني انا دلوقتي الاوفيس اللي انا عليه 2021، وفي كمان اللي بيبقى 365 وهكذا. ما اعتقدش ان هي موجوده في فيرجن اقل من كده، يعني الفيرجن اللي اقل من كده ما اعتقدش ان هي هتبقى موجوده فيه. فتعال نجرب. بص، اللي انا عايز اقوله لك ان في كلام دوبليكيتد، يعني مكرر. يعني ليبيا هي واحده اهي، والتانيه ليبيا، في كندا موجوده اهي كندا وكندا، في مونتينيجرو اهي واحده اهي واحده اهي واحده اهي، في توجو اهي واهي، وتشاد وهكذا. فالكلام ده عموما ده متكرر، فانت عايز تاخد بس الكتابه او البلاد الغير متكرره، يعني تاخدها مره واحده بس. دي بقى تيجي هنا معادله يونيك. هنيجي هنا دوس يساوي يونيك اهي، هتظهر تحت اهي. اولا اكرر ان المعادله دي ممكن ما تلاقيهاش تحت 2021، انا بشتغل على 2021 وبعد كده هتلاقي 365، يعني ما اعتقدش انها هتلاقيها موجوده في 2019 2016 2013. لازم تعمل ابجريد او تجيب 2021. تمام، اهو هنخش اهو كده اسمها يونيك، ونعلم على البلاد اهي، ونقفل الكوس اهي وندوس انتر. اهو جاب لك ليبيا، كندا، تشاد، مونتينيجرو، توجو، خمس دول بالظبط. بص لو تلاحظ اسمها دايناميك. دايناميك يعني بص، لو تيجينا وقفنا هنا كده مش هتلاقي المعادله، تيجي تدوس على المعادله مش هتلاقي حاجه. ليه؟ المعادله اول واحده اهي، وتلاقيها بتتحرك مع المدى بتاعها. يعني قصدي ايه؟ ان انت مش بتدوس في المعادلات العاديه، بتدوس ايه؟ بتدوس مثلا في لوك اب وهكذا، وبعد كده تسحب المعادله من هنا لهنا. لا، هي الثانيه دي انت بتكتب المعادله من فوق، وهي بتاعت كده تشتغل اوتوماتيك لوحدها. يعني لو انت جيت زودت حاجه هنا تلاقيها بتشتغل هنا. وليكن بص كده، ركز هنا، انا همسح المعادله دي خالص وهنكتب يونيك اهي، يونيك، واروح معلم على المدى ده كله من اف لاف اهي، المدى كله، وهنروح قافلين الكوس وندوس انتر. جاب لي الزيرو فوق اهو، يعني الزيرو اللي هم الحاجتين اللي فوق دول. طب لو احنا مسحنا الحتتين اللي فوق دي كده، اهي تعالى نمسح دي كده، هيجيب لي بقى الزيرو اللي هو تحت ده بقى، الحاجات اللي تحت دي. يعني لو انا جيت هنا كتبت مثلا توجو، مش هيكتبها لي هنا. طب لو كتبت هنا مثلا ايجيبت، اهي ظهرت ايجيبت اهي. طب لو كتبت ايجيبت تاني، مفيش. طب لو كتبت هنا مثلا وليكن تشاينا، ظهرت تحت، وهكذا. هو ده اللي انا بقوله لكم عليه كمان، اللي بقول لكم عليه اللي هو اللي عندي في دي كده، دي مثلا دي كده هنا، اللي انا بقول لكم عليه ايه؟ ان دلوقتي يونيك دي بتجيب القيم الغير مكرره في دايناميك اري، او ان هو مدى متحرك. ان انت كل ما تزود حاجه هنا، يعني انت جيت نزلت لتحت خالص هنا كده وكتبت مثلا هشام، مثلا ايا كان الاسم، يعني هشام اهو، هتلاقي هشام ظهرت هنا، فهمتوا؟ وتلاقي حتى المدى شكله غريب، يعني تيجي تدوس هنا تلاقي المدى اسمه مدى متحرك، اسمه دايناميك اري. هي دي فكره اليونيك. على فكره يا جماعه، يونيك دي جامده جدا.